كتير من المواطنين بيستخدموا القطارات في تنقلاتهم، وده كان سبب مهم علشان وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية تهتم بتعقيم وتطهير القطارات ومحطات الركاب على مدار الساعة. إجراءات مكثفة لتعقيم وتطهير كافة القطارات على جميع الخطوط في محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية لأجل أمان وحماية الركاب والمسافرين، وذلك ضمن خطة هيئة السكك الحديدية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. تطهير لجميع الإطارات اللي طالعة من الورش في محطات القيام ومحطات الوصول حسب حالات القطر. القطر جاء النهاردة مرشة بيتعقم وبيطلع، أول ما بوصل المحطة الانتهائية بيتعقم، وأول ما بيطلع من المحطة الانتهائية برضو بيتعقم، تقريبا بيتعقم 4 مرات، من 4 ل6 مرات في اليوم. الاهتمام بتطهير مقاعد الركاب والطرقات بين المقاعد وكبائن السائقين، وقبل ذلك شباك التذاكر والأسطح المختلفة داخل المحطة، هي هدف القائمين على عملية التعقيم، وهو ما لفت نظر الكثير من المسافرين وطمأنهم. ركب القطر شفت اللي بيعقم قبل القطر ما يطلع بيعقم القطار كله. فالحمد لله رب العالمين في إجراءات وفي ناس بتهتم بينا ونحمد ربنا سبحانه وتعالى. أول ما دخلت برضو المحطة هنا كلها نظيفة، برضو شغالة النظافة فيها، حتى القطر برضو متعقم كويس وكل حاجة كويسة فيه. من مصر طارق أحمد.